سنتابع معكم توثيق الجزء الرابع من باب الجنيق. حي الجورة. ينقسم حي الجورة إلى زقاقين. الزقاق الأول هو زقاق الفرايين، نسبة لما كان فيه من مدابغ الجلود والفراء التي اشتهرت بها المحلات في هذه المنطقة، وقد استبدلت منذ عهد قريب بمعامل قطع الرخام، ولعدم توفر المياه اللازمة من نهر بردة وفرعه لدباغة الجلود والفراء بكافة أنواعها. وأشاهد هنا المصابغ العربية، يعني مصبغ عربي، وتعود ملكيتها إلى آل الصباغ، والتي تقوم على صباغة القماش الخام الأبيض وتحويله إلى اللون الأسود، تمهيدا لحكاية ولخياطة الشراويل. والشروال جمع مفردها الشراويل جمع مفردها شروال، الذي يلبسه الرجال، البنطال، وفي بعض الأحيان تلبسه النساء أيضا في لغاية اليوم. والمصبغة كانت قائمة بمحلة الفرايين على ضفاف أنهر بردة والعقرباني للاستفادة قدر الإمكان من المياه في عمليات الصبغ والغسيل والنشر. فكانت المصابغ منتشرة بمناطق متعددة من دمشق، مثل حي الشاغور وحي الميدان، كما هو واضح هنا في هذه الصورة بمنطقة الجزماتية بالميدان، ليصار إلى صباغة الأقمشة والخيوط للحياكة. ونشاهد هنا أيضا صقالات نشر القماش المصبوغ باللون الأسود على أسطح المصابغ في حي الميدان، تمهيدا لقصه وحياكته شراويل سوداء بتلك الفترة. وهذه الصورة أيضا لمصبغة في حي الفرايين في نهاية سبعينات القرن العشرين، ولقد تواجد الصباغون هنا في هذا الحي بعد أن فقدت الدباغة أهميتها وانتقالها إلى منطقة عدرة، ويقوم هؤلاء بتعليق الخيوط المصبوغة إلى في أعلى البناء هنا كما نشاهد لتجفيفها. وهذه الصورة تبين لنا آخر ما تبقى من المصابغ والدباغات القديمة بحارة الفرايين وبعدسة السيد هشام أضباشي. أما الزقاق الثاني هو الدباغة نسبة إلى قاشتي الجلود والفراء، يعني الدباغين. وقد استقر الدباغون في دمشق الشرقي باب السلام عند تفرعات النهر ومنذ القرون الوسطى. ونظرا لضرورة الماء والقرب من مجرى الأنهار لمهنة الدباغة ووفرة المياه اللازمة لغسيل الجلود، جلود الحيوانات، بعد قشرها بمياه الأنهار الجارية من باب السلام إلى باب توما، وهي الأنهار أساسية للدباغة. ونلاحظ هنا أحواض ومراحل كيفية إذابة وإزالة العوالق بالجلد من الداخل. وكان جدي أحمد بن محمد القرمشي رحمه الله تعالى عنده دباغة عند باب السلام على النهر تماما، دباغات القرمشي، وكان دخله جيد جدا من هذه المهنة، ومتزوج من جدتي رسمية العتقي. وكان الدباغون يقشطون الجلود ويغسلونها وينشرونها حتى تجف، ولها سمعة طيبة وشهرة عالمية أيضا لجودة الدباغة ونظافة العمل وإتقانه وعدم وجود روائح بعد الدبغ. أما اليوم فقد تراجعت في الآونة الأخيرة صناعة دباغة الجلود بسبب قلة الذبح ونتيجة غلاء أسعار اللحوم الأبقار والأغنام، إضافة إلى إصابة الأبقار مؤخرا بداء الجرب، فتأثرت المدابغ والأسواق بقلة الجلود. وهذا ريبورتاج مهم جدا، وقد حرر بجريدة مكتوبة باللغة الإنجليزية في عام 1925 عن جودة صناعة دباغة الجلود في دمشق.
والجلود المطبوغة العالمية الجودة والنوعية والتقنية في الدباغة التي تفتقر إليها أوروبا كلها. كان للدباغة شأن مهم في الشام، ويصنع من الجلود الأحذية والسروج والمطارح والمقاعد والقرب والرواية والمحافظ والأدوات وما شابه إلى ذلك. وكانت أهم الدباغات قائمة في دمشق في منطقة الفرايين، وتدبغ جلود الثعالب أيضا وبنات بني آوى التي تصلح للفراء للنساء. ويقدر كما ذكر الأستاذ محمد كردعلي بكتابه خطط الشام أن عدد ما يدبغ من الجلود في الشام 1,200,000 جلد، منها 1,000,000 من المعزة والغنم. هذا الكلام بالقرن 19 وبداية القرن 20، يعني مو كتير بعيدة. وقد أنشأ السادة رومية وعمري والخواجة سيمون اليهودي معامل كبيرة بدمشق لدباغة الجلود، وصنع الشراك والشرسوع للأحذية، فجاءت مصنوعاتها كمصنوعات أوروبا بل تضاهيها من كل وجه، وزاد عليها رخص أثمانها فأصبحت تباع بالغرب وكثر الطلب عليها. ومعظم معدات هذه المعامل كانت من صنع دمشق، ولم يجلب له الكثير من الأدوات، الأدوات قليلة، والصناع كلهم من أرباب هذه الصناعة القدماء. وكان في دمشق نحو حوالي 30 دباغة على الطراز القديم، واشتهر منها صناعة القرب التي تعمل على صناعة جلد الماعز، وهي صناعة خاصة بدمشق. وكانت القرب قديما تستخدم لنقل المياه أو الدهن أو اللبن، شنينة، والقربة مفردة وجمعوها قرب، وهي وعاء من جلد الماعز أو البقر لاحتواء السوائل، وتستخدم عادة لحفظ الماء وتبريده، وكذلك تستخدم للبن الحامض. وتصنع القربة من جلود الحيوانات بشكل عام، فيتم إغلاقها وبإحكام من جميع أطرافها مع الإبقاء على فتحة الرقبة للاستخدام. كما تستخدم القرب كمزمار، مزمار القرية، وهي أهم جزء في هذه الأداة المصنوعة من جلد الغنم. ولكن في أجزاء مختلفة من العالم تختلف المواد. في الولايات المتحدة فإنهم يصنعونها من جلد الأيل، وفي أستراليا تصنع من جلود الكنغر. إلى هنا وينتهي الجزء الرابع من توثيق باب الجنيق. سنتابع معكم الجزء الخامس لتوثيق الباب. فإذا أعجبكم هذا التوثيق التاريخي فالرجاء إبداء الرأي وبدغل زر الإعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل ما هو جديد عن دمشق الشام، فلا تبخلوا علينا بذلك، وشكرا سلفا.